نرحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنحتفل بشهر المرأة، فكان لازم كمان نقدم لكم نموذج استثنائي ومميز، نموذج قدر أنه يحقق إنجاز قوي، والحقيقة أنه شاور عليه كمان العالم كله، كتبت عنه الجرائد والصحف الدولية وأشادت بهذا النموذج. النموذج اللي احنا بنتكلم عليه هو لبطلة رياضية، البطلة أماني خليل، الأم المصرية اللي حققت حلمها بعد ما تجاوزت سن الـ50 وأنهت مشاركتها في أكبر 6 سباقات في العالم، وحصلت على ميدالية النجمة في ماراثون طوكيو 2023. يعني أنا شايف إنجازات المرأة يا جمانة مش محتاجة شهر، إحنا محتاجة السنة كلها، لأن المرأة بصراحة أصبحت متفوقة ومتصدرة في يعني حاجات كتيرة جدا، وبتنافس الرجل، وهو ده فعلا اللي عملته أماني خليل، اللي معروفة بأن هي أول مصرية نفست ثلاثية الرجل الحديدي في برشلونة وإسبانيا، وهي برضو في سن الـ50. الرياضة هي عشقها الأول والأخير. النهاردة الكابتن أماني منورانا في صباح الخير يا مصر، وأكيد هنسألها عن كل حاجة، خلونا نرحب بيها في البداية. صباح الخير يا كابتن أماني. صباح النور. لغاية دلوقتي مش مصدقة بس حصلت. منورة طبعا في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك وكل سنة وأنتي طيبة. أنتوا طيبين. يعني عادة إحنا الستات ما بنحبش نقول اسمنا، ما بنحبش نقول سننا، بالنسبة لنا السن مش يعني ما بنسألوش أصلا، بس خليني أقول إنه في الحالة بتاعتنا النهاردة لا، دي حاجة نفتخر بيها وحاجة تبسطنا، وما شاء الله مش باين أي سن خالص، ودايما بنقول إن السن مجرد رقم. صح، وأثبتتي النقطة دي. احكي لي بقى رحلتك بدأت إزاي، وإحنا بنتكلم دلوقتي ما شاء الله يعني أكبر 6 سباقات في العالم. هي الحلو في الموضوع إنها كلها بدأت بحلم صغير، والحلم بدأ يكبر ويكبر، وكنت دايما بسمع ان يعني في العمر ده مش هتقدري تحققي كل ده، بس فعلا لا، ده غلط، لان لما انا بدأت صغير عبال ما وصلت الـ50 حققت اللي هو سباق الرجل الحديدي، وكملت التكملة بعد 7 سنين قدرت ان انا اخد جائزة الميدالية النجمة بعد ما خلصت اكبر 6 سباقات ماراثون في العالم. فهي بدأت كلها بخطوة خطوة، بحلم صغير يعني. يعني نجاح ما كانش وليد الصدفة، نقدر نقول كده كان في بلان معمولة طبعا، أو خطة معمولة. إزاي خططت بقى ده كله؟ هو كان في بلان، لكن الحلو في الموضوع إن الفرص لما بتجيلي باخدها، ما بسيبهاش مهما يكون عمري إيه، وساعات بتفشل وساعات بتنجح. أنا ليا مثل هنا دايما بقوله، إن كتير بيجيله الفرصة، لكن الشاطر اللي بيستغل الفرصة ويثبت إن هو قدها فعلا. أنا عملت كده. خدتها واتمرنت لها. وعلى فكرة الـ6 سباقات دول الماراثونز مش سهل إن الواحد يخشهم. صحيح. فكان لازم أتأهل لهم، فكنت فعلا بتمرن يوميا، ونجاحي كان من لما أنا بشوف نفسي بتحسن. أنا مش بنافس حد، أنا مش عايزة أطلع الأول، بس أنا عايزة أنا أبقى متأهل بالظبط. فنجحت، فخدت مني 7 سنين عبال ما وصلت لأن أنا أخد النجمة، وفخورة جدا أنها حصلت في وقت عيد المرأة، فإثبات يعني للناس، للسيدات كلها، أنها تقدر تعمل حاجة زي كده. احنا طيب. مقتنعين والله يا فندم. طيب بس احنا بنتكلم برضو عن الانجاز ده، زي ما قلتي دلوقتي 7 سنين خدت منك تاهيل، 7 سنين واكيد قبلها كان في كمان تاهيل تاني، يعني مش فجاه احنا ابتدينا نلعب رياضه، مش فجاه ابتدينا نحقق حاجه، ويمكن ده اللي احنا دايما بنقوله، احيانا مش شرط ان احنا نلعب رياضه عشان نوصل او نحقق انجاز معين او في رياضه معينه، لكن عشان نحافظ على صحتنا بشكل عام. الحاجة اللي عايزة أعرفها منك، قبل الـ7 سنين وخلال رحلتك كأم، كنت بتتعاملي إزاي؟ كنت بتتعاملي مع الرياضة إزاي وممارسة الرياضة إزاي لغاية ما قررتي إن أنت تاخديه بقى لمستوى تاني؟ على فكرة ده أجمل سؤال. ليه؟ لأن الرياضة دخلت حياتي بسبب أهلي، عشان كنا بنسافر كتير، فكانت بتساعدني إن أنا أتعلم اللغة الجديدة وأتأقلم على المناخ اللي أنا فيه. لكن أنا حبيتها وفضلت ألعب الرياضة دي، كانت الأول السلة، كرة السلة، وبعدين لما بعد ما اتجوزت العملية اتغيرت. طبعا أنا مسؤولة من زوج ومسؤولة من ولاد، وبرضو حظي الحلو، الفرص الحلوة اللي جات لي وأنا في أمريكا، شفت الناس بتجري في الشارع، فبدأتها كده الجري في الشارع، لقيته بيعمل إيه؟ بيساعدني، أنا ببقى مبسوطة، بروح البيت
طاقة غير طبيعية واقدر اكمل تربية اربي ولادي واخد بالي من تقدري تكملي يومك بقى بالظبط ومكان بقى مختلف يعني ما عنديش حد يساعدني ده لقيتها من الرياضة. فلما كملت الرياضة دي على اساس جزء من حياتي بيديلي طاقة حلوة لقيت نفسي نجحت فيها في ان انا بقيت فت يعني قادرة اعمل حاجات بقى كتير. فما كنتش بحب جري حتى مسافات طويلة. جت ازاي؟ ان حد شافني وانا بجري فقالت لي ده انت ممكن تجري سباق 5 كيلو في المنطقة المدينة اللي انا كنت فيها. خدت الفرصة وسجلت سجلت في السباق وحققت رقم كويس جدا. ده بقى بدأ دي كانت اول مرة بالظبط كانت اول مرة اللي انا ما بحبش مسافات طويلة كانت اول 5 كيلو بالنسبة لي اللي وصلتني لغاية اللي كبرت الحلم بعد كده زي ما قلت لغاية لما قدرت ان انا احقق ال 42 كيلو ما شاء الله. دي كانت منايه ان انا بس اعمل 1 ماراثون في حياتي. دلوقتي الحمد لله تميت 25 ماراثونز عالميين يعني خلصتهم يعني تاتش وود نمسك الخشب طبعا يعني وانت فخر لينا كلنا بصراحه. لكن اكيد من 5 كيلو بدات بيهم ل 140 كيلو 42 كيلو اسف للحظه رفع العلم المصري بحصولك على الميداليه الخاصه بالنجمه الذهبيه تحديدا. ايه اللحظه دي تحديدا شعورك فيها كان عامل ازاي؟ هل كنت مستوعبه اللي حصل وانا عارف ان كان في اصابه حصلت لك ساعه المسابقه؟ حصلت الاصابه لان عملت كام بطوله دوليه بره في السنه اللي فاتت فاثرت شويه على ركبتي. العالم المصري انا دايما بجري بيه بره. ليه؟ لان عايزه اثبت للناس بره ان احنا كمصريات لا بنقدر نحقق ونخش بطولات زي دي وبنقدر نتمرن في بلدنا امان جدا وان الست تنزل تجري في الشارع دلوقتي بقت مفيش مشكله زي زمان ما حدش بيضايقني بالعكس بقى وبيحترموا الموضوع ده اكتر لما بنجز. فانا بالنسبه لي ان انا اوري للعالم بره ان انا مصريه وبعمل حاجه زي كده ده السبب ان او ده الاحساس الجميل ان انا بحبه. ايه تاني حضرتك كنت بتقول لي الاصابه اللي حصلت لك الاصابه طبعا طبعا المسافات اللي انا بتمرن لها بتاخد من مجهود جامد جدا على ركبي فبضطر بقى اعمل تقويات. لما اول حاجه بعملها بعد ما بخلص البطوله دلوقتي الاساس مش التدريب عن الاساس اكتر هو ان انا اتمرن تقويات عشان تقدر تخليني استمر. فبقت دي الخطوه الاولى. فالسنه دي اول ما رجعت السنه اللي فاتت من الثلاث بطولات اللي عملتهم ورا بعض ركزت في التقويات. عند يناير بدات بقى اتمرن للماراثون بتاع طوكيو اللي انا خلصته ده ففرق معايا جدا. خلصت السباق ما فيش ولا وجع في ركبتي الحمد لله وبالعكس جريته حتى اسرع من ما كنت متوقعه. فده يدل على ان انا عملت المظبوط ان انا قويت نفسي اكتر عشان امنع الاصابه يعني. طب حضرتك رجعتي امتى من امريكا؟ يعني الاول كنت بتجري بره؟ بالظبط انا كنت اولا في امريكا بسبب جوزي للدكتوراه بتاعته فرجعت سنه 99 99 كان عشان انزل اجري في الشارع ما كانتش سهله النظره كانت مختلفه خالص خالص خالص. لكن دلوقتي انا هو بتكلم في 2023 حضرتك لما تشوفوا بره بنزل الصبح بدري لا بلاقي فيه ومعايا سيدات كتير دلوقتي بتجري معايا بنشوفهم الصبح من الفجر شغلنا بنشوفهم عند الفور سيزون في الجيزه او بنشوفهم ممشى اهل مصر فيه فعلا ده بالزبط. طبيعي جدا دلوقتي دلوقتي بقينا بننزل الساعه 5 ونص الصبح عشان بنتفادى طبعا الزحمه لكن بقت حاجه اعتقد الجو كمان بيكون احسن بيكون افضل للرياضه طبعًا. الوقت ده بيكون طبعًا. افضل كمان وبدايه الصبح بدري حلوه قوي لما تبتدي بجاريه حلوه جميله وبعدين تروحي يعني. طبعا طبعا فده كان ده السؤال اللي كنت بساله لحضرتك عشان في ناس دايما بتقول انه انا ما عنديش مكان اتمرن فيه انا ما عنديش مكان اقدر ان انا امارس الرياضه فيه ودايما بنحط كده عقبات قدامنا وهي في الحقيقه مش موجوده يعني بتبقى اكتر احنا عايزين حاجه تعطلنا او تخلينا ما ننزلش نتمرن. فلما نزلتي ابتديتي تنزلي تجري في الشارع وفي ناس كمان سيدات تانية بتجري مع حضرتك شايفه وجهة نظر او راي السيدات عامه في الرياضه دلوقتي فكره ان هم ينزلوا يمارسوها في الشارع بقت عامله ازاي؟ لا طبعا العمليه اتغيرت خالص وانا فخوره لما بشوف سيدات دلوقتي بقت بتجري وبتنجح واتغير حياتها بقت ثقتها في نفسها اقوى بقت
طموحة، عندها أحلام عايزة تحققها، عايزة توصل لحاجة معينة، وده بسبب الرياضة. اللي بيقول بقى أنا ما عنديش وقت ومش عارفة إيه، أولا لو حضرتك غسلتي وشك الصبح وسنانك ومش عارفة تلبسي إيه، كل ده بياخد وقت طبعا. نص ساعة بس من اللي احنا بنرتب نفسنا شماعة عشان العذار هي النص ساعة بتاعت الجري. أنا عندي دي أحسن من دي، فدي اللي بتدي، فلازم لازم تكون جزء من حياتك، لان لو ما عملتهاش كده مش عشان انك انت توصلي لبطوله او تنجحي في حاجه، بس هتسعد البني ادم في نفسيا. وبعدين هنقارن حد مثلا في نفس السن تقريبا، شخص بيمارس رياضه وشخص لا، هنلاقي اختلاف كبير جدا ما بين الاثنين، وممكن يكونوا نفس السن واحيانا كمان اللي بيبقى بيمارس رياضه اكبر. صحيح، بيبقى شباب بس سنه ما بيبانش عليه بسبب اللي هم بيمارسوا رياضه وما بيتحركش كتير يعني. صحيا ونفسيا. انا عاوز اسال حضرتك، يمكن حضرتك قلتي بعد كل بطوله بتعملي يعني فتره لحضرتك كده هي فتره تقويات، هل في حد بيدربك ولا طبعاً. الموضوع كله ريسيرش وبتقري؟ طبعا في، الحمد لله على جوجل دلوقتي الواحد بقى بيعرف اكتر شويه، لكن طبعا لما الواحد يبقى معاه مدرب كواليفايد ان هو يقدر يمرني مظبوط، لان الحاجات دي فعلا لو الواحد مش فاهمها ممكن تاثر بالعكس. صحيح. لحاجه سلبيه. انا بيبقى عندي مدرب يدربني ازاي ان انا اقوي عضلاتي عشان اقدر اجري المسافات الطويله دي. تدربي كم ساعه في اليوم تاني؟ طبعا حسب السباق، لكن الماراثونات بتاخد مني تقريبا من ساعتين لثلاث ساعات في اليوم، ومش كل يوم طبعا، لازم بيبقى يوم جري ويوم تقويات، يوم جري ويوم تقويات، والجري بيختلف، ساعات بيبقى جريات سريعة، جريات مسافات طويلة، جريات على بيس معين اسمه تيمبو، فدي بتبقى تقريبا من ساعتين لثلاث ساعات في اليوم. سباق الرجل الحديدي طبعا بياخد وقت اطول بكتير، ودي بتخش في خمس ست ساعات بس مش ورا بعض يعني، بتتقسم على اليوم. انا عاوز اسال هنا حاجه، معلش انا اسف جدا. بس يعني ثلاث ساعات في اليوم، عاوز اطمن بيت حضرتك والاسره والولاد يعني، دي برضو مقصره. انا بقول نجاحي بسبب اسرتي، هم شافوا اني انا مش مقصره معاهم في حاجه، واكشلي سعيده باللي انا بعمله، فهم اللي بيشجعوني. مش هنكر عليك ساعات في اوقات ببقى جايه تعبانه الصبح بدري من تمرينه معينه، بلاقي من ولادي، هم دلوقتي مش عايشين معايا خلاص، هم اتجوزوا، بس كان وقتها ما بيطلبش مني حاجه لازم اعملها له، هو ممكن يعملها بنفسه. ساعات كانوا بينزلوا يجروا معايا، ساعات كانوا بينزلوا يودوني التمرينه عشان العجل لازم بعمله بره، ساعات كان هو بيجيب لي حاجات انا مش قادره انزل اجيبها نعملها، هو يعملها لي. جوزي مثلا لما وقت الايرون مان ساب شغله وعمله عشان يجي يقف معايا في السباق ده ويبقى موجود معايا في نهايه الخط، فالحاجات دي لو ما بتحصليش انا ما افتكرش كنت هنجح فيها يعني. فهي بصراحه اتسبعت، انا زي ما بدي هم بيدوني. مش مرأة لوحدها، هو ده اللي انا كنت عاوز اوصله يا جماعه، عنصريه بقى شويه، ما مش مرأة لوحدها يا جماعه. لا لا يعني في تكامل، الراجل ليه دور اهو. بس يعني طبعا الراجل ليه دور، بس برضو هي دكتوره اماني، استاذه اماني هي اللي ربت الاولاد على المايند سيت دي او على طريقه التفكير دي، ما تحاولش على فكره. طيب بما ان احنا بقى اتكلمنا على اسرتك، والصحافة اليمنية اتكلمت كمان عنك وان انت حققت الانجاز ده في هذا السن، عايزه اعرف منك بقى اسرتك، عرفينا عليهم يعني، هم كمان زي ما احنا اتكلمنا هم شركاء مزبوط لنجاحك، فمحتاجين تعرف عليهم كمان. جوزي استاذ بالجامعة الامريكية، وده سبب ان احنا سافرنا عشان خد الدكتوراه هناك ورجع، وولادي الاثنين محمد واحمد دلوقتي خلاص الاثنين اتخرجوا واتجوزوا وبيشتغلوا في مجالات كويسه جدا في اللي هم فهم ناجحين، ونجاحهم فعلا بسبب نجاحي از ويل، ان انا لقيت نفسي ان لما انا بنجح هم بينجحوا معايا، بتشدوا بعض. دي نقطه مهمه، فكره ان الشخص يكون مش لازم تكون السعاده يعني الخطيره اللي هو في فراشات في الجو، بس هو يعني مرتاح نفسيا، متصالح مع نفسه، في ضغوط طبعا اكيد في ضغوطات حياه، بس في نفس الوقت قادره تلاقي السلام النفسي، مقتنعه باللي بتعمليه، مبسوطه باللي بتعمليه. وبعدين هم بيشوفوا
الهارد ورك اللي انا بحطه في التمرين فده مش هيعلم الولاد دول وهم صغيرين طبعا. فيعني وعلمتيهم مسؤوليه ونقطه مهمه جدا. يعني ايه ان انا انزل الساعه 5 الصبح عشان عايزه اخلص 6 قبل ما هو ينزل اتوبيس المدرسه؟ عارفين ان انا لازم اتمرن كام ساعه في اليوم عشان اقدر اجيب نتيجه ان انا ااهل اخش بطوله قصدي حاجه من السباقات العالميه. فكل ده لازم اكيد اثر فيهم. طبعا دي نقطه مهمه جدا. يعني في اصوات تانية شايفه انه عادي جدا لا الولاد يبقوا قاعدين ومامتهم هي اللي تقوم بخدمتهم وهي اللي تعمل لهم كل حاجه، او حتى ايفن يعني الراجل نفسه. فيعني لا ده نموذج طبيعي جدا. الام بتتعب فالولاد بيساعدوها، يعني ده العادي. اعتقد ان ده العادي من وجهه نظري يعني. مظبوط، هي ثقافه فعلا. بالظبط، ان احنا لازم نغير الموضوع ده. زي ما انا بدي هما بيدوا نجاحنا مرتبط ببعض. انا حسيت يا جماعه بكم كبير جدا من الخذلان تجاه نفسي اللي انا ما بجريش يعني. والله انا بجد جربها. والله حقيقه انا فخور جدا بحاجة بتعملي. حاسس ان انا عاوز يعني اقوم اجري دلوقتي من كتر لا اصلا انا في فتره من الفترات كنت بلعب فيها رياضه وكنت مواظب جدا على الرياضه. فعلا الاحساس اللي حضرتك بتقوليه ده وكم الطاقه اللي بتخليني اقدر اكمل بقيه اليوم باريحيه شديده جدا نتيجة الرياضة. ده صحيح، ده صحيح. فعاوزين من حضرتك بقى بمناسبة شهر المرأة رسالة تقوليها لكل مرأة متقاعسة تجاه نفسها في ممارسة الرياضة. الرسالة اللي فعلا هقولها إن المرأة من حقها إنها تبقى بتعمل اللي هي نفسها تعمله، تبقى مبسوطة. مبسوطة بإيه؟ مش لازم تجري طبعا، تعمل اللي هي نفسها تعمله، بس ما تحسش بذنب إنها بتعمل حاجة لنفسها. هو ده اللي نفسي أقوله، لان المراه المصريه للاسف بحس ان لما هي بتعمل حاجه لنفسها بتقول لا انا اولى ان انا اديها لاولادي واديها لجوزي. لا بالعكس، لما تديها لنفسها هي هتسعد جوزها واولادها، لاني عملت حاجه ليها هي، بترفع من معنوياتها بثقتها بنفسها وبتحقق. بجد والله انا بقول كده بناء على الخبره، يعني كخبرتي في اللي انا بعمله. وأظني حتى لو كلمت مع جوزي وولادي هيقولوا لك نفس الشيء، احنا عايزينها تبقى مبسوطه مش عايزينها تبقى لمصلحتها. مش مبسوطه هيحصل مشاكل كبيره قوي يا جماعه. هم بيبقوا عارفين اليوم لما بنزل اجري فيه ببقى عامله ازاي. لا ربنا يستر، بنقفل بندخل الباب ونقفل علينا ما بنطلعش. لا بس دي فعلا دي حقيقه. عاده الشخص لما بيكون بيبقى معطاء او بيدي بحب وهو سعيد، غير لما بيكون بيقوم بنفس الواجب بالمناسبه بس هو حاسس بالذنب او تعبان. وعلى فكره هي مش في العيله بس، هتشوفيها برضو في جانب بره العيله، في شغلك. صحيح. في مع الناس اللي حوالينك، معاملتك مع الناس. بالظبط، بتلاقيها على طول، وهتلاقي اللي بيجولك هم اللي مستعدين ان يبقوا نفس الكومن ثينج اللي احنا بنعمله، ان احنا بنلعب رياضه اللي شبهك او نفس الاهتمامات يعني. طب انا كواحده محبه للرياضه، يمكن احنا عندنا لاول مره في مصر بنشوف برامج متخصصه للكشف عن المواهب في الرياضه تحديدا، يمكن اخرها كابيتانو مصر. بتشوف البرامج دي ازاي؟ اولا دلوقتي لو فيها اي حد عايز يشوف منطقه هو ساكن فيها وهي ساكنه فيها وعايزه تتمرن، هي لو عملت جوجل في الانترنت هيظهر لها حاجات، مين اللي حوالينها اللي بيعملوا جري فين، او زي الايفنتس اللي بتحصل في مصر بيعلنوا عنها في السوشيال ميديا. كايرو رانرز لسه عاملين امبارح حته جري امبارح جميله جدا من 5 كيلو ل 21 كيلو، وانا شفت كميه سيدات وفاميليز نازلين ينزلوا يجروا في الشارع في الماريلاند. فاللي عايز هيدور وهيلاقي. دي حقيقه. طب يعني مش لازم تيجي لعنده لغايه البيت، ده اللي انا بقوله. اللي عايز هيدور وهيلاقي. لا وساعات والله بتيجي لحد البيت وساعات ما هي دي تبقى الفرصه. ما حصلش حاجه لا هي دي بقى الفرصه اللي بقول ما حدش يسيبها يعني. بالظبط. طيب بالنسبه بقى بما انك اتكلمتي عن الشغل، انت سبتي شغلك مجال اداره الاعمال واتجهتي للرياضه وتفرغتي للرياضه، فكرت فيها ازاي؟ ما حسيتيش انه طب لا انا ممكن احاول اشتغل وكمان امارس رياضه وفي نفس الوقت كمان دوري في البيت؟ حسبتيها ازاي او شفتيها ازاي؟ إيه انا مشيتها زي الطبيعه اللي ما بتمشي. لما انا اتخرجت دخلت في مجال البنوك واستمرت في مجال البنوك لمده 3 سنين، وبعدين جه جوزي قال عايز يسافر عشان الدكتوراه، فاول حاجه عملتها فعلا خلاص استقلت وهقف جنبه زي ما انا وقفت جنبه هو وقف جنبي.
فاللي حصل لما سافرت امريكا برضو من طموحاتي معاه قلت ان انا هكمل دراستي معاه، فرصة ان هو بيكمل دراسته اكمل. لما جيت اخش الامتحان عييت، عرفت ان انا حامل، قعدت في البيت، قعدت جبت الكتب وقعدت اذاكر بقى ان انا هربي ولادي دول ازاي وانا لوحدي في امريكا. فهي بتيجي كده. لما الرياضة بقى لما ساعدتني في ان انا اكمل معاهم، لان حاجة اقدر اعملها بجانب ان انا اقدر اربيهم، كملت. فما احتجتش ان انا لازم ارجع تاني للشغل، الحمد لله جوزي ما كانش طالب يعني، قال لي زي ما تحبي. وانا قررت ان انا لا، انا عجباني الرياضة وهكمل في الرياضة بس. فهي جت كده عشان الفرص. اكيد الفرص، واحنا اتفقنا لازم الفرصة استغلها واثبت بالزبط. ان انا قد الفرصة بالزبط. دي المتسابقين اللي كانوا حوالين حضرتك لما كانوا بيعرفوا ان انت سيدة متزوجة ام 50 سنة اللهم لا حسد يعني وبتعملي الانجازات دي، كان ايه شعورهم وايه رد فعلهم؟ برضو الهام ليهم يعني، اداهم هوب ان هم امل، أمل. كانوا بيتكلموا معاكي في ده؟ لا 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 كتير، ما هو جم يعني. انا لما نجحت في كام حاجه واتنشرت في الاعلام وكده، لقيتهم هم عرفوا يتواصلوا معايا عن طريق السوشيال ميديا وبداوا يجوا يجروا معايا. وبالعكس في منهم بيبقوا حتى رجاله صغيرين بقوا هم اللي بيساعدوني عشان احسن من البيس، فدي حاجه حلوه قوي. لان شايفين انا عارف السؤال اللي بزعل منه ايه، الناس كتير بتسالني ان انا اذا كنت مصريه 100% ولا لا، عشان اللي انا بعمله حاجه مختلفه. لا بالعكس انا مصريه 100%. الاصول منين وكله بقى؟ ها؟ الاصول منين؟ الاصول مصري والله مصري. لا يعني محافظه ايه ولا القاهره؟ لا انا طبعا بس انا مش مولوده من هنا، بس كان زبط برضه ظروف ان اولاد اهلي كانوا بره، لكن بابايا من السويس ومامتي من السويس يعني في اصل اجا السويس. فاللي بقوله يعني ان لا انا ممكن اكون مصريه وبعمل كل ده، فهم لما بيشوفوا كده ان انا في السن ده وبنزل الشارع الصبح بدري واجري وكده، طب ما احنا ممكن نعمل نفس الشيء. وفعلا عملوها وغيروا من حياتهم وبقى دلوقتي ما شاء الله ناجحين. يعني هي عارفه النقطه يعني تبقى هنا منقسمه لحاجتين، في اولا جزء منها ثقافه انه احنا ممكن المصريات او عامه احنا ما عندناش ثقافه الرياضه دي. صحيح. حاجه ضروريه. دي مشكله، ده جزء منها. والجزء الثاني انه احيانا في ناس تبقى متخيله او زي ما حضرتك قلتي زمان فكره ان الست تنزل تمارس الرياضه في الشارع مش متعارف عليها. صح. فهي مقسومه للشقين دول، بس اعتقد دلوقتي لا دلوقتي اتغيرت. الشق الثاني الحمد لله اتحل. يبقى الشق الاول هو فكره الثقافه وان احنا نبقى عارفين ان الرياضه مش رفاهيه، يعني الرياضه مش حاجه بنعملها تكميليه، هي اساس، حاجه اساسيه لازم تكون موجوده. صح. زي الاكل والشرب وزي ما بنتعامل في حياتنا الرياضه شيء مهم جدا. بالمناسبه مش لازم صاله رياضيه او جيم، مش لازم، ممكن ننزل الشارع. أيوة. نتمشى. أيوة. مفيش اللي عاوز بيعمل، اللي عاوز بيدور وهيعمل في الشارع وتجري. بالظبط بصراحه اتمشى. بلاش تجري. صح. طيب خليني برضو اعرف من حضرتك ايه بقى اللي ناويه تعمليه الفتره الجايه؟ هل في ماراثون؟ السؤال اللي كله بيساله لي. لا طبعا انا نفسي تاني احقق بقى الرجل الحديدي تاني بقى، لان بقى لي شويه سايباه، فنفسي ان انا اعمله تاني. عايزه لسه اكمل الجري، فعايزه اروح، لان بصراحه انا لفيت العالم عن طريق الجري، فعايزه اشوف بلاد تانيه انا ما زرتهاش، ففرصه ان انا اقدر اجري فيها، وان انا اكمل رياضه لغايه لما ربنا يفتكرني يعني. فبس هو ده املي في حياتي. ربنا يديك الصحة وطولة العمر، وأكيد هتحققي كل إنجازاتك، بس يعني بلاش نحط الرجل الحديدي في دماغك قوي يعني، خفوا على الرجل شوية يا جماعة. أيوة. لا إن شاء الله بإذن الله. أستاذة أماني إحنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل التوفيق طبعا. شكرا. لحضرتك في كل ما هو قادم بإذن الله. شكرا، ميرسي جدا. شكرا لحضرتك. شكرا.